أهلا بكم وحلقة جديدة من مال وأعمال. أنا إنجي طاهر. نستضيف اليوم الأستاذة ماريان عزمي، محللة أسواق المال، لمناقشة إعلان طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية ودور هذه الطروحات في إنعاش سوق المال في هذا التوقيت. وفي الفقرة الثانية سنتحدث عن مجموعة بريكس وتزايد حصتها من الاقتصاد العالمي، وذلك مع أستاذ ديمتري بريجا الباحث بوحدة الدراسات الروسية. لكن البداية دائما مع أبرز الأخبار. أطلقت دكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وذلك خلال الحدث الذي نظمته مصر بعنوان استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة، خارطة الطريق نحو تمويل تنموي عادل. والمنعقد ضمن قمة المستقبل في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك. وأكدت دكتور رانيا المشاط أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع عدة منظمات دولية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. كرم رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزير المالية أحمد كوجك بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة، وقال أن كوجك لعب دورا مؤثرا في تنفيذ استراتيجية البنك وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفرو أسيوية. من جانبه أكد كوجك أن البنك الآسيوي أصبح أسرع نموا ورائدا في تطوير البنية الأساسية والمناخية والتنموية، معربا عن تقديره لدعم البنك للمسار التنموي في مصر بمشروعات واعدة خلال السنوات الماضية وتطلعه للمزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة. كما أعرب عن تقديره لرئيس البنك ومجلس الإدارة لحرصهم على تحويل الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ ومشروعات على أرض الواقع. وضع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري بالإنابة عن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان. وقال الوزير إن مشروع المجمع الصديق للبيئة يعد من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر، حيث حظي باهتمام ودعم كبير من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ بدايته. هذا وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تذليل كافة التحديات التي واجهت المشروع وحرصت على منحه الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022 وحتى قيام رئيس الجمهورية بافتتاح المشروع شهر مايو الماضي. ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة التي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية ل 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي. نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث التقى رئيس الوزراء وفدا كبيرا من 24 شركة يابانية متخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة. إذن مشاهدينا، مع هذا الخبر العاجل الذي وردنا لتوه، فقد التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وفدا كبيرا مشكلا من 24 شركة يابانية متخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما نشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث التقى دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد جو يونغاي رئيس التنفيذي لمجموعة هاير العالمية والوفد المرافق له الذي ضم عددا من مسؤولي الشركة ومجموعة من القيادات الحكومية لمدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شاندونغ الصينية. وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بالسفير الصيني لدى مصر في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أسابيع من عودة الدكتور مصطفى مدبولي من زيارته لبكين للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي فوكاك التي عقدت خلال الفترة من 4 وحتى 6 سبتمبر الجاري بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات. وأشاد مدبولي بحفاوة الاستقبال للوفد المصري من قبل مسؤولي الحكومة الصينية، وأكد كذلك على عمق العلاقات المصرية الصينية وتنوعها وأهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل احتفاء البلدين بمرور 10 سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعمل بموجبها الدولتان على تعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة. وأعرب دكتور مدبولي عن تطلع الحكومة لتوسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني بما يسهم في جذب المزيد من الشركات الصينية إلى السوق المصرية، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للشركات الصينية التي أصبح لها دور بارز في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري سواء في قطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونية أو القطاعات الاقتصادية الأخرى التي توفر الآلاف من فرص عمل، ومنها قطاعات المنسوجات والسيارات الكهربائية والصناعات الهندسية والتكنولوجية. وفي هذا السياق أعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الشركات الصينية من أجل ضخ استثمارات جديدة والاستفادة بما يتم حاليا من سهولة ويسر في الإجراءات. وتطرق دكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أهمية مشروع شركة هاير بالنسبة للسوق المصرية، حيث يعد إضافة قوية للقطاع الصناعي لدينا في ضوء اعتماده على المكون المحلي بنسب كبيرة لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب، وذلك من خلال إقامة مجمع متكامل باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار على مساحة 200,000 متر. وقال رئيس الوزراء إن مشروع هاير يعد من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر، مؤكدا أن المشروع يحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة السياسية والحكومة، مضيفا أن ذلك انعكس من خلال قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح المرحلة الأولى من مجمع هاير الصناعي في مايو الماضي. وأضاف أنه كان حريصا منذ البداية على توجيه مختلف صور الدعم للشركة، وتمثل ذلك في منحها الرخصة الذهبية وتكليف الجهات المعنية بتخصيص الأرض للشركة بشكل مباشر والتوجيه بتذليل جميع العقبات التي واجهتها، كما أنه كان هناك حرص كبير من الدولة المصرية لاستقطاب مجموعة هاير العالمية التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية حول العالم. وأشار إلى أن الشركة تحدثت خلال افتتاح المرحلة الأولى عن البدء على الفور في المرحلة الثانية، وها نحن اليوم في غضون فترة قصيرة نضع حجر الأساس للمرحلة الثانية التي ستنتج ثلاجات وديب فريزرز. وأعرب عن تطلعه لسرعة تنفيذ المرحلة الثانية بما يمكننا من سرعة افتتاحها في أقرب وقت ممكن، تمهيدا لبدء المرحلة الثالثة التي تستهدف من خلالها شركة هاير العالمية تصنيع وحدات التكييف المركزي. كما قال إن المرحلة الثالثة ستكون غاية في الأهمية بالنسبة لنا كحكومة، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بشراء كمية كبيرة من الإنتاج الأولي للمرحلة الثالثة لاستخدامها ضمن مشروعاتنا القومية، وهو ما سيساعد الشركة في تحمل تكلفة الإنتاج الأولي قبل أن تبدأ في مرحلة التصدير وفتح أسواق جديدة لها. وخلال الاجتماع قال وزير الاستثمار إن مشروع مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة يعد من أبرز قصص النجاح للشركات الصينية في مصر، حيث حظي باهتمام كبير وبدعم كبير من الحكومة المصرية والقيادة السياسية منذ بدايته، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تذليل كافة التحديات التي واجهته ومنحته الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022 وحتى قيام الرئيس بافتتاح مشروع المجمع شهر مايو الماضي. وأضاف الخطيب أن شركة هاير إلكتريك مصر تعد أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، وأصبحت مثلا يحتذى به للشركات الأجنبية التي تطمح في دخول السوق المصرية، مشيرا إلى أن الشركة تقوم حاليا بالتوسع في استثماراتها بقيمة تبلغ 40 مليون دولار لإنتاج التكييف المركزي على مساحة 40,000 متر، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الصيني في الاستثمار في مصر وأهميتها البالغة كسوق رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
هذا وأعرب الوزير عن أمله في أن يساهم هذا المشروع الهام في جذب المزيد من الشركات التي تعمل في الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية والتصدير من مصر إلى كافة الأسواق العالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والكيانات الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكوماسا والمنطقة العربية. بدوره أعرب السفير الصيني لدى مصر عن سعادته لحضور هذا الاجتماع المهم برفقة الرئيس التنفيذي لشركة هاير العالمية وقيادات مدينة تشينغداو، مشيدا بالزيارة الناجحة لدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين، حيث عقد عددا من اللقاءات التي لقت قبولا كبيرا لدى الحكومة وممثلي الأعمال الصينيين، معربا عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين مصر والصين على مختلف الأصعدة. وخلال الاجتماع أعرب الرئيس التنفيذي لشركة هاير العالمية عن سعادته البالغة لوجوده في مصر، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي لاقاها خلال زيارته الحالية ليشهد وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان. بدورهم أعرب مسؤولو الشركة عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء لحرصه على زيارة المجمع الصناعي لشركة هاير أكثر من مرة، معربين عن تطلعهم لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية للمجمع تمهيدا للبدء في المرحلة الثالثة لإنتاج وحدات التكييف المركزي التي سيقترب نسبة المكون المحلي بها من 70%، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في هاير العالمية بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة إلى نحو 500 مليون دولار. واستطرد مسؤول الشركة أن هدفهم أن يجعلوا مصر مركزا عالميا للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية التي تضم ما يزيد عن مليار نسمة. وفي ختام اللقاء جدد رئيس الوزراء سعادته البالغة بزيارة السفير الصيني والرئيس التنفيذي لشركة هاير العالمية والوفد المرافق له. تحت رعاية دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلقت فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بنات مصر، الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمشاركة وفود عربية وأفريقية لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، بالإضافة إلى بحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة. دعونا نتابع المزيد في هذا التقرير. احنا عندنا مدن جديدة كتير جدا، مدن وتشييد بناء كتير جدا، ويمكن النهاردة المؤتمر احنا برضو كنا بنتكلم جوه على المؤتمر اللي احنا مصر منتظراه، ده منتدى كبير جدا، منتدى الحضري العالمي من 4 نوفمبر ل 8 نوفمبر. بندعي كل الشركات العمران وشركات التشييد والبناء انها تشارك في المؤتمر الخارجيه والداخليه، وان احنا المنتدى ده ان شاء الله يظهر بمظهر حضاري كويس نقدر ان احنا نوضح فيه او نبرز فيه التطور اللي حصل في مصر الفتره الاخيره، نبرز فيه التطور اللي حصل في العاصمة الإدارية وفي العالمين، نبرز فيه خبرة مصر في قطاع العشوائيات. الحقيقة الدورة التاسعة للمنتدى بتعقد هذا العام تحت شعار تصدير صناعة المقاولات والصناعات العقارية لمختلف الدول العربية والأفريقية والإسلامية الموجودة والمحيطة بنا في كل مكان. أنا عايزة أقول إنه التجربة المصرية اللي حققت نتائج غير مسبوقة في الثورة العمرانية سواء على مستوى الطرق أو الكباري أو المدن الجديدة أو التجربة الرائدة حياة كريمة وغيرها من الإصلاحات في البنية التحتية خلت مصر قبلة اهتمام لهذه الصناعات. هذا الملتقى الحقيقة يعني شهادة الدول الأعضاء سواء الدول الأفريقية أو العربية أو الدول اللي هم بينتموا لمنظمة التعاون الإسلامي بيقروا وبيشهدوا أن هذا المؤتمر مؤتمر مفيد جداً
ومؤتمر انترناشونال، وانه ادى الى منافع كتيره جدا. يعني وانت قاعد دلوقتي سمعت ان عدد كبير جدا من الشركات المصريه نتيجه حضور الوفد السعودي السنه اللي فاتت يعني خد الشغل في السعوديه. برضو وجود المندوبين العراق، فتحنا سوق العراق على مصراعيه هناك. بتوع ليبيا الحقيقه احنا مركزين على السوق الليبي بعدد كم كبير من الشركات المصريه موجوده في ليبيا، غير الشركات الافريقيه اللي هي معانا من زمان. يعني باسين بقى لنا 9 سنوات على التواجد في المؤتمر، لانه ده بيبقى ملتقى جيد بيضم جزء كبير من شركات المقاولات المصريه، وبيبقى فيه برضو بعض الممثلين للدول الاجنبيه. والنهارده احنا نقدر نقول انه التطوير العقاري في مصر في الفتره الماضيه في اخر 10 سنوات هو يعتبر يعني ثروه كبيره جدا. النهارده الدوله بتسعى انها تستعمل الاستثمار اللي عملته في الشركات وفي المشروعات دي في ان احنا نقدر نقوم بتصدير المقاولات لمنطقتنا في الدول الافريقيه وفي الشرق الاوسط ومنطقة الخليج. بكل تأكيد قطاع المقاولات في مصر قطاع قوي، والشركات المصرية المتميزة في هذا القطاع. فإحنا لما تكلمنا عن تصدير المقاولين إلى دول مختلفة، تكلموا في المؤتمر عن مثل السعودية ومثل ليبيا والعراق ودول أخرى. المقاول المصري لديه تجربة مميزة ويستطيع أن ينافس في الأسواق الخارجية. نعمل على ربط جميع قطاعات المقاولات في الدول الإسلامية، وواحدة من أهم هذه القطاعات هي قطاع المقاولات المصري. لا يخفى على الجميع بأن قطاع المقاولات المصري قطاع أسس منظومة تنظيم هذه القطاعات داخلية للمقاولين في جمهورية مصر من أكثر من 40-45 سنة، وهي من قادة تنظيم قطاع المقاولات. تحتضن جمهورية مصر والحكومة المصرية مشكورة اتحاد المقاولين المصري واتحاد المقاولين الأفريقي، كما أننا نعمل بخطى واضحة مع الزملاء في هذه الاتحادات لكي تكتمل المنظومة بين الأمة العربية والإسلامية في قطاع المقاولات وتكون مظلة واحدة. نحن الشركات التركية عندنا تاريخ مع مصر، ونحن بلد واحد عم نحسب حالنا. من هالسبب نحن من قديم العلاقات التجارية الإنسانية والسياسية موجودة هي، وإن شاء الله نحن اليوم جينا على هذا المعتبر أنه كيف نقدر نتعاون مع الشركات المصريين ومع شركات التركية. في سياق التطورات العالمية المتسارعة، تبرز مجموعة بريكس كتحالف مهم يجمع بين الاقتصادات الناشئة الكبرى. ومع قرب انضمام أعضاء جدد في أكتوبر، يفتح هذا الحدث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي. تسعى المجموعة من خلال الاجتماعات التمهيدية المقامة الآن في موسكو إلى تعزيز شراكاتها وتوسيع نفوذها على الساحة الدولية، بما يمثل فرصة لتعزيز التنمية المستدامة والتجارة بين الدول الأعضاء. ويتطلع الجميع إلى مناقشة الآثار المحتملة لهذا التوسع، وكيف يمكن أن تسهم الدول الجديدة في تحقيق أهداف المجموعة. هذا ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا من موسكو، السيد ديمتري بريتشا، الباحث بوحدة الدراسات الروسية. أهلا وسهلا سيد ديمتري. يعني في البداية نحن نتحدث عن دورة مهمة للغاية، البعض يصفها ربما بأنها دورة تاريخية بعد التوسع الأخير الكبير لمجموعة البريكس. ما أهم الأهداف التي يعني تهدف إليها هذه الدورة تحديدا في هذا التوقيت مع هذا التوسع ومع كل التحديات التي تواجهها دول مجموعة البريكس؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن بريكس الآن أصبحت منصة مهمة لدول عدة كتحالف بديل اقتصادي عن المنصات الأخرى، وما يعني الآن طبعا هناك تنافس بين دول مختلفة، هناك خلافات بين الصين والهند، هناك مشاريع مثلا مشتركة يتم العمل عليها في بريكس، تخص ملف الزراعة، تخص ملف الطاقة، تخص ملف البنى التحتية،
وأيضا التعامل التجاري أو الاقتصادي بين الدول بالعملات المحلية، وحتى العمل، وكان هناك فكرة على عمل عملة تخص دول البريكس، ولكن حتى الآن هذه الفكرة قيد الإنشاء. لذلك يعني لقاءات بريكس في الوقت الحالي هي لتقوية العلاقات الاقتصادية بين دول مختلفة، وأن تكون بعيدة عن الهيمنة الغربية. أيضا الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، دائما تفرض سياساتها في المجال الاقتصادي. يعني بعد عام 2022 وفرض العقوبات على الاقتصاد الروسي، تغير الاقتصاد الدولي أيضا من كثير من المفاهيم. يعني نذكر هناك عقوبات على إيران، هناك عقوبات على سوريا، هناك أيضا عقوبات على روسيا. فروسيا بدأت تنشط نفسها في منصة بريكس لأن تكون هناك تغيير في الاقتصاد الدولي. دائما نعرف بأن روسيا تتحدث عن عالم متعدد الأقطاب، ويعني العالم الذي قيد الإنشاء الآن والتغييرات الاقتصادية التي تحدث في العالم وحتى التغييرات السياسية، من ضمنها هي أيضا وجود منصة بديلة كبريكس. يعني الآن مزيد من الدول بدأت تفكر، أذربيجان، تركيا وغيرها من الدول بدأت تفكر أن تكون جزءا من عائلة بريكس في المجال الاقتصادي. صحيح، ويمكن أن نربط بين هذه النقطة سيد ديمتري وبين نقطتين مهمتين ذكرتهما أثناء ردك. النقطة الأولانية أنه هذه ستكون منصة لزيادة التعاون الاقتصادي، ما أهم الآليات لإحداث ذلك؟ والنقطة الأخرى ربما نتطرق لها في السؤال القادم، مسألة بحث عملة موحدة، من مع ومن ضد، ومتى يمكن أن يعني تتم هذه الخطوة إذا ما يمكن أن تتم على أرض الواقع؟ يعني بكل تأكيد منصة بريكس هي منصة جديدة، هي قيد الإنشاء، هي تحالفات اقتصادية وتجارية. ما تعاني منها بريكس هي عدم وجود استراتيجية سياسية أو وحدة أو فكر سياسي معين يمكن نوحد كل هذه الدول، لأن كل دولة لها سياساتها الخارجية والداخلية. صحيح. وهذا الشيء قد يسبب خلافات بين أعضاء دول بريكس من جهة، ومن جهة أخرى قد تستفيد منها الدول الغربية. الدول الغربية ترى بأن بريكس قد يكون تهديدا لاقتصاد هذه الدول بسبب تنامي الدور الصيني. يعني الدور الصيني تنامى في السنوات القليلة الماضية، نرى أيضا أن ما يقارب 500 مليار دولار هو النشاط التجاري في بريكس من عام 2022، أيضا تنامي الدور البرازيلي في بريكس. يعني العالم يتغير، والصين تفهم بأن لكي تتحكم بالعالم لا، يعني الأدوات السابقة غير فعالة في المجال الذي تحدثت عن المجال العسكري وغيره. الاقتصاد هو الذي الآن مهم في العالم الجديد، في العالم الرأس المالي، والصين تستفيد من ذلك. لذلك أهم دول البريكس في الوقت الحالي طبعا الصين، روسيا في هذه المنصة. الصين هي أحد أهم الدول في المجال الاقتصادي الدولي، كون كثير من الشركات الدولية موجودة في الصين، وإنتاج الصين أكثر بكثير، وحتى ما يقارب 15% من يعني النمو الاقتصادي الدولي وعلى عاتق الصين. لذلك الصين الآن أيضا تغير السياسة والاقتصاد الدولي، والبريكس سوف يغير الاقتصاد الدولي إذا ما استطاع أن يتخطى التحديات المتعلقة بالسياسة المتعلقة بالعقوبات والضغوطات الغربية. هذه نقطة محورية سيد ديمتري، لأنه كيف سيتمكن هذا التكتل المهم في هذا التوقيت من التغلب على هذه التحديات مع الوضع في الاعتبار للاختلافات بين سياسات الدول الأعضاء، وكيف يمكن أن يتم التنسيق بشكل أو بآخر بين السياسات المالية والنقدية للدول الأعضاء على سبيل المثال؟ يعني أعتقد الآن يتم العمل على استراتيجية. حتى الآن كما قلت بريكس هي منصة جديدة، كثير من الأمور يتم مناقشتها الآن في اللقاءات الدورية وفي اللقاءات في الشهر القادم التي سوف تكون في عاصمة جمهورية تترستان كازان، والتي سوف يلتقي فيها رؤساء عدة دول وقادة عدة دول وأيضا رجال أعمال وشركات مختلفة. أعتقد هي خطوات أساسية لأن تكون قاعدة أساسية لبريكس. طبعا لا يمكن أن يتم حل مشكلة الضغوطات الغربية والضغوطات الأمريكية بدون أن يكون عملة لبريكس. هذه مسألة مهمة، حتى الآن هي قيد إنشاء، لأن كما قلت هناك دول
لها سياسات مختلفة. الصين والهند هناك خلافات في كثير من الملفات الاقتصادية والتجارية، وهناك تنافس. أيضا تركيا لديها سياسات مثلا، وهي تريد أن تكون جزء من بريكس، لأن تفهم أن بريكس سوف تكون المنصة المهمة في الاقتصاد الدولي في السنوات القادمة. وهناك ضغوط قوية في حقيقة الأمر لمحاولات لمنع تنفيذ هذه العملة الموحدة على أرض الواقع. بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تخاف من ذلك. يعني المرشح الآن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب تحدث بأنه يريد تحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أحد أهم الدول في العملة الرقمية. يعني العملة الرقمية أيضا أصبحت أداة مهمة في التبادل التجاري، لذلك هنا في روسيا في العاصمة الروسية موسكو الدوائر الحكومية الروسية بدأت تتحدث عن ذلك، اعتماد العملة الروبل الروسي مثلا. وعملة بريكس أيضا قد تكون أهم يعني العمل التي يمكن الاعتماد عليها بين هذه الدول، لكن هذا الشيء يحتاج إلى قرار سياسي أولا، وبعدها قرار يعني من الاقتصاديين الدوليين لإنشاء هذه العملة. وهذا الشيء يحتاج إلى وقت، لأن هذا الشيء سوف يضعف هيمنة الدولار الأمريكي. وأمريكا تفهم أن تنامي دور البريكس وتنامي الدور الصيني الدور الروسي أيضا الهندي قد يهدد المصالح الأمريكية. لذلك في السابق نتذكر كيف فرض دونالد ترامب العقوبات على الاقتصاد الأمريكي الصيني وبعض الشركات. والآن أعتقد أن السياسة الأمريكية تغيرت قليلا، تحاول أن لا تضغط على الصين لكي لا تتقارب الصين وروسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية، لأن هناك عقوبات فرضت على روسيا منذ عام 2022 من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لذلك هذا الشيء تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية، تفهم خطورة الصين على الهيمنة الأمريكية على القارة الأفريقية، لأن الصين أيضا الآن تستثمر في دول أفريقية عدة، لأن العلاقات أيضا بين مثلا الصين ومصر والصين ودول القارة الأفريقية ودول يعني العربية أيضا سيما دول الخليج. لذلك أعتقد أن البريكس يحتاج لوقت. هناك الآن استراتيجيات رسمت، استراتيجية في ملفات كالطاقة، الزراعة، البنى التحتية هي قيد الإنشاء، قيد يتم العمل عليها، ويتم تطوير العمل على حل المشاكل المتعلقة بالملف التبادل التجاري أو التحويلات المالية. لأن إذا لم تكن هناك عملة سوف تواجه بريكس مشاكل وضغوطات، وسوف يتم يعني محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سياساتها في المجال التبادل التجاري. إذن هي مسألة وقت قبل أن يبدأ البريكس باتخاذ خطوات فعلية تجاه هدف العملة الموحدة. شكرا جزيلا السيد ديمتري بريجا الباحث بوحدة الدراسات الروسية على كل هذه التحليلات القيمة. بعد الفاصل لقاء مع أستاذة ماريان عزمي محللة أسواق المال لمناقشة إعلان البنك المركزي المصري اعتزامه طرح حصة من المصرف المتحد للاكتتاب العام في البورصة المصرية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مع إعلان البنك المركزي المصري اعتزامه طرح حصة من المصرف المتحد للاكتتاب العام في البورصة المصرية، تفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة من الديناميكية في البورصة المصرية. هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز السوق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تعتبر الطروحات الحكومية ليست مجرد عمليات إدراج، بل تمثل استراتيجية فعالة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الثقة بين المستثمرين. معنا في الاستوديو لمزيد من النقاش أستاذة ماريان عزمي محللة أسواق المال. أهلا وسهلا أستاذة ماريان. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع مشاهدينا. أستاذة ماريان، في البداية إيه التأثير اللي بنتوقعه لهذه الطروحات الحكومية على جذب الاستثمارات الأجنبية تحديدا للسوق المصرية؟ طيب الاستثمارات كلها نقدر نقول عليها موضوع، والبنك المتحد ده موضوع تاني لوحده. الاستثمارات بصفة عامة طبعا شيء مفيد جدا، والطروحات الحكومية اللي تقريبا بقالنا أكتر من 4 سنوات أو ما يزيد الحكومة بتعتزم إن هي تنزلها،
وفي مستثمرين أجانب مستنيين وفي صناديق عالمية ومحلية مستنيين. فبالتالي ده في عملية من عمليات التنشيط الرواج الاقتصادي نفسه. طيب خلينا أستاذة ماريان نقف عند نقطة تنشيط الرواج الاقتصادي نتكلم عنها بشكل مفصل أكتر، بس اسمحي لي أنتقل إلى هذا الخبر. قام دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة ميدانية لعدد من المستشفيات، شملت مستشفى أسوان للتأمين الصحي والمسلة وأسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة، حيث اطمأن نائب رئيس الوزراء والمحافظ على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للحالات المرضية واستمع لمطالبهم، وقد أشادوا بالرعاية الصحية المتكاملة التي يتم تقديمها لهم داخل هذه الصروح الطبية في ظل المستوى الراقي والنموذج من المعاملة المتميزة من أطقم الأطباء والتمريض، هذا فضلا عن التجهيزات الجيدة وتوافر الأسرة وجاهزيتها لاستقبال أي حالات وغيرها من الخدمات الأخرى في ظل عدم تجاوز نسبة الإشغال داخل كافة مستشفيات المحافظة 51%. ووجه نائب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى أسوان للتأمين الصحي حتى يتسنى تقديم خدماته لمواطني المحافظة على الوجه الأكمل. وقد عبر أهالي محافظة أسوان عن استقرار الوضع الصحي بالمحافظة من خلال تعامل الجهات المختصة مع الحالات التي تعرضت للإصابة بنزلات معوية وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم ما ساهم في تماثلهم للشفاء. نتابع. في حالات حصلت ولكن مش بالحجم يعني الكبير ده. أنا أتكلم عن قرية أنا عندي في بنبان، يعني بقول لك مثلا مياه الشرب أنا بشرب سيادتك من مياه الشرب، طيب حد أنا دلوقتي بشرب من مياه الشرب، يعني ما جبتش رحت اجيب ميه، هروح اجيب قزاز ميه معلش يعني اشتري اجيب قزاز ميه وانا عندي، لا انا بشرب من حنفيه، يعني احنا شغالين بنشرب من مياه. فهي ايه اللي طمنا؟ ما نزلت المياه الشرب والهيئه نزلت وعملت تحاليل وقالوا ان الميه ما فيهاش حاجه، واحنا برضو لنفسينا نحس ان الميه ما نقول ما لهاش حاجه. ليه؟ لانه لو موضوع الميه كان الناس كلها اتضرت، لو الميه دي على مستوى كان كله كان بقت العالم بالالاف، لو هو الموضوع ميه كان الناس بقت بالالاف والمستشفيات ما كانتش شالتهم، لكن لا طب احنا بنشرب من الميه العاديه من الميه الحنفيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بشكر السيد الوزير المحافظ لانه نزل للاماكن بنفسه واللي جنب تحته نزلت وعمل معنا جلسه امبارح، كان معنا جلسه السيد الوزير المحافظ ونزل عربيات متنقلة علاجية في كل القرى، يعني احنا امبارح قال لنا في عربيات نزلت عندكم وتأكدوا منها لو في اي حاجة كلموني، عربيات نزلت لان لو حد تعب او حس باي حاجة العربية موجودة في القرية نفسها سريعة، يعني قبل ما يروح المستشفى لا ده في عربية موجودة في القرية. الحالات اللي كانت موجودة بفضل مجهودات الناس وسرعة التواجد الحالات تراجعت والناس تعافت وعملوا أبحاثهم وجدوا أن المياه سليمة 100% وكله متواجد في الميدان ده، حتى الناس جايبين لنا عربيات أسعاف تطلبها تجيلك لغاية البيت، فاحنا بنشكر جهودهم ونشكرهم والنسب شبه دلوقتي ما فيش خالص حد بيروح بيتعب، يعني الشوية التعبانين ابتدوا يتعالجوا وتشافوا، واحنا بنشكر كل من له موجود في هذا العمل، بنشكر معالي وزير الصحة معالي وزير الإسكان السيد المحافظ المتواجد معانا 24 ساعة في اليوم بنشكره على مجهوداته. بنشكر احنا السيد دولة رئيس الوزراء السيد رئيس الجمهورية السيد وزير الإسكان السيد وزير الصحة السيد محافظ أسوان والجهات التنفيذية واللجان المسؤولة والمتخصصة، بنشكرها في حالة الاستنفار وإحساسهم بشعب أسوان السيد عبد الحسيس بشعب أسوان، واحنا كلجان شعبية حبينا بين الحقيقة عشان نطمئن نتحرى الحقيقة الأولا عشان نطمئن على أهلنا وعلى الشعب المصري بصفة عامة وعشان ننقر صورة للسائح الأجنبي برضو، لأنه داخلين على موسم سياحة ممكن يكون في جهات معنية أو أمور مغرضة يعني لها غرض في ذلك، لكن أنا بطمن أهالي أسوان والقرى المضرة إن المياه طلع من, 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 من نهر النيل من المرشحات مياه صالحة وسليمة جدا.
وبالعودة لملف اكتتاب المصرف المتحد مع ضيفتي أستاذة ماريان عزمي محللة أسواق المال. أستاذة ماريان، قبل هذه الأخبار كنا بنتحدث عن أهمية الترويج للفرص الاستثمارية بالبورصة المصرية، وأنه حضرتك ذكرتي أنه تحديدا هذا الاكتتاب مختلف عن أي اكتتاب آخر، لماذا وما هي أهم نقاط القوة اللي هتجذب المستثمرين ليه؟ صفقة المصرف المتحد كان عليها بعض الإشاعات ووقفت الفترة اللي فاتت لأكتر من سنة، وكان في بعض الأقاويل ما بين الجانب المشتري والجانب البائع واختلاف تقييم العملة، وده في حد ذاته كان نقطة مش جيدة في صالح الترويج للبنك ولا للطروحات الحكومية بصفة عامة. بيدي سيجنلز فعلا ممكن تقلق البعض. خلينا نتكلم بصراحة، هي بيدي إشارات سلبية بنسبة كبيرة قوي إن المناخ الاقتصادي في مصر مش تمام، وإن لسه قيمة العملة مش زي ما متوافق عليها الجانب المشتري. كون إن الصفقة نوصل ليها لحل نهائي وإن هيتم طرحها وخلاص هيحصل فيه شراء وهيحصل فيه طرح في البورصة، يبقى عدينا كل المشاكل، يبقى داخلين على مرحلة جديدة وبندي إشارة قوية جدا إيجابية للاستثمار في مصر. بصرف النظر عن كل المعوقات اللي كانت موجودة نقدر نقول إن إحنا تجاوزناها وداخلين على نقطة جديدة، ويمكن دي تعتبر أهمية الترويج للبنك المتحد تحديدا. أكتر من قيمته المالية هو قيمته التسويقية، لأن الإشاعات اللي طلعت عليه كانت سلبية جدا. التأثير المعنوي على المستثمرين ده حقيقي. الصناديق عامة سواء كانت العالمية أو المحلية بتحب إن هي تخش تدرس جيدا الجزء اللي هتشتري أو الشركة اللي هتشتريها. لقينا كتير من الصفقات الحكومية تمت بسهولة وبيسر، لأن كان المنشأة اللي هتباع أو اللي هتشترى كانت جيدة جدا وذات ملاءة مالية قوية. ده في حد ذاته بيدي إشارات إيجابية إن كل ما هو جيد بيباع وبيشترى بقيمة عالية وبيضيف قيمة أعلى للمنشأة نفسها، وده بيخلي فيه نشاط اقتصادي أقوى. ليه؟ لأن ببساطة جدا كل ما هيحصل فيه زيادة استثمار أو زيادة ضخ أموال فلوس في هذه المنشأة هيحصل تدريب للعاملين أكتر، هيحصل المنتج هيبقى بصفة عامة أكثر جودة، فده هيعود على الجانب المصري، الجزء اللي لسه محتفظ به الجانب المصري بالأرباح الأعلى. فما هياش فكرة بيع أصول قد ما هي فكرة استثمار في الأصول اللي موجودة، أو حتى وإن كانت بنسبة أقل ولكن القيمة فيها هتعلى. وده بيخلينا نرجع تاني لفكرة إن الطروحات الحكومية كانت الفترة اللي فاتت فيها بعض الأقاويل سلبا وإيجابا، إلا إن كل طرح بيتم ده تأكيد على إن الموضوع ما هوش عشوائي، الموضوع سيلكتيف أو انتقائي بصورة أكبر، وده بيدي تعزيز للوجود الاقتصادي أو النشاط الاقتصادي اللي موجود، وبيرسل كمان رسالة إيجابية للمستثمرين اللي عايز يجي يشتري هيشتري بس بصيغ معينة أو باتفاقيات معينة. طب يمكن في نقطة مهمة كمان يا أستاذة ماريان، فكرة أنه وجود القطاع الخاص كشريك رئيسي لأي مدى بتلقي بظلالها، بما أنه بنتكلم عن التأثيرات المعنوية للتحركات اللي زي دي؟ القطاع الحكومي هو القطاع الأساسي في أي دولة تمام، ولكن في كل دول العالم ولنا تجارب كتير جدا في كل دول العالم ما بتزيدش النسب عن 20-30%، فطبيعي التكملة بتكون القطاع الخاص لأن هو ده المحرك بتاع الاقتصاد. ليه؟ لأن ببساطة جدا كل مستثمر بيعمل مشروع بيكبر بيشغل مع ناس بيكبر المشروع بيشغل ناس أكتر، فبالتالي الربح بيزيد لأن هو في الأول وفي الآخر بيدور على الربحية بتاعته. القطاع الخاص هو محرك رئيسي وجيد جدا، ولكن لكل دولة قوانينها ولكل دولة
الطريقة اللي ننظم بها هذا التعامل، لأني في بعض الأحيان بيتم استخدام بعض النقاط بصورة أو نقدر نقول الثغرات الموجودة في القوانين بتؤدي إلى نتائج عكسية. فمنطقي جدا أن القطاع الخاص هيكون لي دور، وأعتقد أنه هيكون لي دور أكبر الفترة اللي جاية، ده طبعا وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي ووفقا للبرنامج الاقتصادي اللي معمول به في مصر الفترة اللي فاتت، وكان أهمها وثيقة الدولة واللي تم الإعلان عنها واللي هنسمع عنها الفترة اللي جاية بعض الأخبار الجيدة. فده توجه الدولة، ولكن محتاجين نشوف القوانين بتاعتها بصورة أعمق علشان نقدر نقول إيه هي محددات القطاع الخاص ومدى فعالية مشاركته في بناء الاقتصادي. إيه أهم الأخبار الجيدة اللي بتتوقعوها الفترة الجاية؟ الخبر الأساسي اللي هيكون موجود على الساحة الفترة اللي جاية هو تخفيض الفايدة. من المتوقع أن البنك المركزي المصري هيخفض الفايدة من ربع إلى نص، في بعض الأحيان ممكن نوصل أو نطمح إلى 75% واحد إلى ربع، ولكن من وجهة نظري الشخصية أزيد من كده هيكون في صعوبة شوية، لأني ما زال القطاع المالي في مصر محتاج هدوء وامتصاص للصدمات اللي موجودة، لأن أنا عندي برضو نسبة الفايدة عامل مهم جدا للاستثمار، زي ما أنا محتاج أن أخفضها عشان أشجع على استثمار، محتاج برضو أني أحافظ عليها عشان أنا عندي ما زالت لسه التضخم عالي، وما زال القطاع العائلي بيعتمد بصورة كبيرة على الفوائد اللي جاية من البنوك من البنوك العاملة في مصر. رأيي الشخصي أن نسبة 0.5% تخفيض جيدة جدا، أقصى حاجة تبقى 75% أو 1 إلا ربع، ده أكبر خبر إحنا متوقعينه الفترة اللي جاية. يلي أخبار الطروحات، قد يكون عندنا خبر أو اتنين للطروحات الفترة اللي جاية، بنتكلم على مدار الشهرين القادمين، نقدر نقول لغاية نوفمبر إن شاء الله. دول أكتر خبرين أنا متوسمة فيهم خير وهيساعدونا في محافظة على نتائج جيدة بتاعت البورصة المصرية. يعني overall النبرة تفاؤلية في الأوساط المتعلقة بأسواق المال بالنسبة لنهاية 2024 إن شاء الله، وأعتقد أن احنا هنستمر فوق مستوى 34 بنسبة جيدة، طبعا هنطلع لمستوى 34 الأول، نستمر فوقه فترة لا تقل عن شهر علشان نقدر نتخطى ونستوعب الأخبار الجديدة الجيدة اللي هتكون على بداية السنة إن شاء الله، واللي ترفعنا لمستويات أعلى، مستوى 36 ده مبدئي. أستاذة ماريان عزمي محللة أسواق المال، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، نورتينا. شكرا لك. في الختام مشاهدينا بشكر حضرتكم على حسن المتابعة، هذه تحياتي أنا إنجي طاهر وتحيات فريق العمل، دمتم في أمان الله.